اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. صل وسلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم يا رب العالمين. إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في أوقات وأماكن ولأشخاص بتجليات خاصة، ويتجلى تجليات عامة، وينزل رحمات فياضة كثيرة. ومن هذه الرحمات والتجليات التي يختص الله تعالى بها عباده المؤمنين ليلة النصف من شعبان. وقد أخرج الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. إذن هناك نفحات وتجليات خاصة في أيام الدهر، ومنها هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان. وينبغي علينا أن نتعرف على شيء من فضلها وعلى ما ورد فيه، وأن نذكر ما صح وما لم يصح حتى نكون على بينة من أمرنا. فالله تعالى أمرنا أن نأخذ بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أصحاب الخشية الحقيقية والخوف من الله والقرب منه هم العلماء العاملون الفاهمون لدينهم، فيفهم الإنسان دينه ويعمل به مع تمام الخشية لله عز وجل، وبذلك يجمع بين الفضائل. أذكر أمورا متعددة وأنوه بها. أولها أن كثيرا من إخوتنا طلبة العلم لما يذكر فضل هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان يروي للناس حديثا مشهورا على الألسنة من طريق علي بن أبي طالب فيما أخرجه الإمام ابن ماجه، قال: ويروى وينسب لنبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا اللفظ يا أيها الأحبة شديد الضعف، ولعله قريب من الموضوع، وقد نبهت عليه في بداية كلامي، لأن كثيرا من طلبة العلم ماذا يصنع؟ يعتمد عليه في تعليمه للناس، وهذا ليس بحسن قط. قال إذن، يعني بعض الناس يستغرب: ماذا إذن؟ إذن هي ليست ليلة ثابتة. لا يا أخي، أبدا أبدا، وإنما أنبه ليصحح خطأ ثم نتابع مسيرتنا. إذن ليس الاعتماد في فضل الليلة على هذا الحديث، انتهينا من هذا. هل ورد إذن في فضلها أشياء أخرى؟ نعم، ورد في فضلها أكثر من 10 أحاديث، ولكن كثير منها، يعني أكثر من نصفها، أحاديث في إسنادها ضعف، وبعض منها إسنادها حسن، وبعض منها قليل إسناده جيد أو قريب من الصحيح. إذا اجتمعت هذه الأحاديث كلها أفادت أن لليلة فضلا لا يشك فيه. ورد ثبوت هذه الليلة من حديث السيدة عائشة، وحديث أبي موسى الأشعري، وحديث معاذ بن جبل، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبي بكر الصديق، وحديث أكثر من 10 رواة من الصحابة رووا فضل هذه الليلة، ولكن درجات الأحاديث كما أشرت متباينة، مجموعها كما يقول أهل العلم بالحديث يفيد أن لليلة فضلا ثابتا. فالأحاديث الضعيفة إذا اجتمعت تقوت بتعدد طرقها. من أفضل هذه الأحاديث التي وردت في فضل هذه الليلة ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
فخرجت لأنظر إليه فإذا هو في البقيع، فرجعت فدخل إلي فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ بمعنى أنها في ليلتها في نوبتها ولها ضرائر، فهي وقع في قلبها أن سيدنا رسول الله ذهب ليبيت عند ضرة أخرى، فقال لها: أكنت تخافين أن يحيف؟ الحيف والظلم، يعني أنا بأظلمك حقك فأذهب إلى بيت آخر في ليلتك. قالت: يا نبي الله، ظننت أنك ذهبت إلى بعض صويحباتي، يعني خرجت إلى زوجة أخرى أو كذا. فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، يغفر الله تعالى فيها لأكثر من شعور غنم كلب، لأكثر مو من غنمي لغنمي، من لأكثر من شعور غنم، جمع شعر، الشعر الذي على ظهور الغنم على أجسادها. وقبيلة كلب قبيلة مشهورة بكثرة الغنم، لأنهم كانوا أهل بادية فكانوا رعاة، أكثر من عدد الشعور التي على ظهور هذه الأغنام، سبحان الله. وأخرج الإمام البيهقي أيضا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ليلة مضجعة ففقدت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يضجع بجانبها، فنظرت فإذا هو بقربي يصلي ساجدا لله عز وجل. قالت: فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض. هذا الحديث الآن في إسناده ضعف من أجل البيان. نعم، قالت: حتى ظننت أنه قبض، توفي من طول السجود، فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: فلما فرغ من صلاته قال: يا عائشة، هذه ليلة النصف من شعبان، يطلع الله تعالى فيها على خلقه، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم. اللي بحقد على الناس بتملالهم الشر، لا يريد لهم خيرا، يؤخر الله، يعني لا يقبل الله منه عمله، وإن صلى وإن ذكر وإن تعبد. وأخرج الإمام ابن ماجه والطبراني وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن ما ورد في آنفا، وهو الذي يتخاصم مع الناس، بتقاتل معه ويحمل الحقد في قلبه عليهم، فهذا لا يغفر له. وأخرج غيرهم من رواة الأحاديث أيضا من أحاديث كما قلت معاذ بن جبل وغيرهم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من المغفرة، إضافة لما سبق، المشرك والمشاحن، استثنى في تلك الأحاديث لا يغفر لهم، قال: ولا يغفر فيها لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو عاق لوالديه أو مدمن خمر أو مسبل إزارة أو قاطع رحم أو مستكبر، هؤلاء يحرمون من الرحمة. المشرك، فحذاري يا أيها المسلم، إن كنت واقعا، أصلحنا الله وأصلحك، إن كنت واقعا في التلفظ بلفظة الكفر فبادر للتوبة من الآن، واعزم في قلبك ألا تعود، فإنك قد تحرم المغفرة كلها إن كنت قد وقعت في مثل هذا، فتب إلى الله. من يتلفظ بتلفظ الشرك الكفر والعياذ بالله تعالى. المشرك، المشاحن، بينا من هو. كثير منا يقع، أو كلنا قد يختلف مع الناس، هذا أمر طبيعي،
لكن أن أحمل الحقد فسامح بالله عليك، سامح بالله عليك، بادر للعفو. قال الله تعالى: ومن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أختك، قريبك، جارك، ممن يحرم أيضا قاطع الرحم، إذا عدت اليوم إلى البيت وكان بينك وبين أخيك أو ابن عمك أو قريبك شيء من إحنا أي شر، فبادر للاتصال به وقل: أعفو عفى الله عنك، أنا قد عفوت، فاعفو أنت. عاق لوالدي من كان يؤذي أبويه والعياذ بالله تعالى، وكم نسمع في هذا الزمان العجيب مثل هذا والعياذ بالله تعالى. فإن كان والداك قد توفيا وأنت الآن تستذكر تقصيرا في حقهما فتصدق عنهما وترحم عليهما وادع لهما لعل الله يخفف تقصيرك. قال: وزانية، هذه لم أذكرها آنفا والعياذ بالله، فالزاني والعياذ بالله تعالى أيضا يمنع من المغفرة إلا أن يتوب، الزاني والزانية. قال: ومدمن خمر والعياذ بالله تعالى، المدمن للخمر الذي يشرب الخمر أعوذ بالله تعالى من ذلك، أم الخبائث. قال: ومسبل إزارة، المسبل إزارة ورد في رواية أخرى المتكبر، المسبل إزارة يعني لباسه يطوله إلى الأرض ثم يرفعه استكبارا، برفع هيك ثيابه عشان يشوف حاله على الناس، بطوي هيك ثيابه، هو صاحب منزلة يعني من باب الكبر. قال: هذا أيضا والعياذ بالله لا يغفر له، فمن كان من الناس واقعا في مثل هذا فليتب. الله تعالى أعطاك مالا، قوة، جاها، علما، صحة، فهذا فضل الله عليك وليس من عندك ولا من بيت أبيك، فلا تستكبر على عباد الله وتنظر إليهم استهانة واحتقارا، فالخلق كلهم من عباد الله، فانظر إليهم بالرحمة لا بالكبر. فالمتكبر يحرم المغفرة في هذه الليلة. الآن هل من حادث خاص حصل في هذه الليلة المباركة؟ ما ذكر أهل العلم حادثا بعينه مقطوعا بثبوته، ولكن ورد أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة حصل في شعبان. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وكذا نقل الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، أن من أشهر الأقوال في يوم أو ليلة تحويل القبلة أنها كانت في النصف من شعبان. أقول منذ البداية أيها الأحبة، هذا ليس مقطوعا به، وإنما من الأقوال والمشتهرة أيضا أنها حصلت. فإن كان هذا ثابتا فهذا أحد الأشياء التي تدلنا على ما حصل فيها، أنها أنزل الله تعالى قوله يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيقول السفهاء من الناس اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي أول ما هاجر إلى مدينته المطيبة، يصلي إلى بيت المقدس لما كان بمكة المكرمة، وفرض الله عليه الصلاة في الإسراء والمعراج، أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس. هو بمكة، فكان إذا أراد أن يصلي جعل الكعبة أمامه ثم اتجه إلى بيت المقدس، فيجمع بين الحسنيين. فلما انتقل إلى المدينة، المدينة في جهة والكعبة في جهة وبيت المقدس في جهة، ما يستطيع.
الكعبة صارت خلفه وبيت المقدس صار أمامه إذا أراد الاتجاه للقبلة، وهي كانت بيت المقدس أي المسجد الأقصى. فكان يتجه إلى ذلك المكان ويتألم. لما؟ على ما يتألم؟ لأن السفهاء من الناس يقولون انظروا محمدا وأهل دينه يتبعوننا نحن اليهود، هو تابع لديننا ليس صاحب دين وكاذب والعياذ بالله تعالى، ليس نبيا. فيتألم نبي الله لذلك ويرفع رأسه إلى السماء، يا رب حول قبلتي إلى قبلة جدي إبراهيم. ويمهل رسول الله، حتى يا أيها الأخ الكريم أقول يمهل حتى لا تستعجل شيئا قد يأتيك ولكن بحكمة الله وفي الوقت الذي يعلمه الله. أمهل على الأقل 16 شهرا، وفي روايات 18 شهرا، يعني سنة ونصف يدعو الله تعالى والله يمهله. لا تستعجل شيئا، الله تعالى إن أرادها سيحققه لك، فتمهل. فلما تم الأمر بإذن الله أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يا الله ما أعظم هذه الكلمة، رب العالمين يقول لنبيه ترضاها، أنت ترضاها لأن رضاك عندنا معظم كريم. ما أعظم منزلة رسول الله عند الله، ورغم ذلك قلت أمهله تلك المدة. فلا تقل الله غضبان عليه، تمحل، قد يكون الله يريد أن يسمع إلحاحك بالدعاء. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان هذا والله أعلم على هذه الروايات في النصف من شعبان. ماذا أستطيع أن أفعل في هذه الليلة المباركة؟ كل أنواع الخير يا أيها الأخ الكريم مطلوبة أن تفعلها في هذه الليلة، أي ما استطعت منها. فالصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن والعفو والصفح والإحسان للأقارب والإحسان للجيران وتفريغ القلب من الحقد والحسد وبر الوالدين، كل هذا والصدقة. كان أجدادنا يستعملون كلمة الحسنة، نعمل حسنة في نصف من شعبان، المقصود بها هو الصدقة. وأنا أريد أن أنبه يا أيها الأحبة وقد ذكرت هذا، إلى أننا في هذه الليلة نطيع الله عبادة لا عادة. حقق هذا المعنى في قلبك وذهنك. قال إيش يعني؟ يعني أمرا مهما، وهو أنا تعودت منذ أن كنت طفلا أن أذهب مع أبي إلى ليلة النصف من شعبان لنقرأ ياسين وندعو ثم ننصرف. فهل هذه بقيت في نفسي عادة أم عبادة؟ أنت ترجع إلى نفسك فتحقق الموضوع. إنما الأعمال بالنيات، فأنا آتي لأعبد الله وأذكر لأعبد الله وأتقرب لأطيع الله، وليس لأنها عادة، يعني مثل فولكرول تعودنا عليه بين الحين والحين نسويه. هيك بلبسوا قرايبينا بلبس مثلهم، هيك بياكلوا جيراننا باكل مثلهم، هيك بروحوا على الجامع بروح مثلهم. هذه عادة ليست عبادة. حقق نية العبادة. من العادات أن يقولوا الحسنة لكنها عادة جيدة، بالتالي أي صدقة فهو خير، بمعنى له المعروك ولا غير المعروك. كل نوع من الصدقة تتصدق بها على الفقراء فبارك الله لك وأخلف عليك. البارحة تذكرون في مجلس العشاء قلنا وذكرنا خصوصا من آتاه الله بسطة في المال أن ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا عليه، فتصدق في هذه الليلة المباركة. أيضا أنبه، هل ورد في هذه الليلة من أنواع التقربات إلى الله قراءة سورة ياسين بخاصتها؟ لا يا أيها الأخ الكريم، هذه عادة أيضا، ولكن عودها طلبة العلم فالناس ظنوها عبادة خاصة. فإن قرأت ياسين أو الملك أو الواقعة أو أي سورة من السور فحيها لك، ليس هناك سورة خاصة. والحديث الشهير على الألسنة ياسين لما قرأت له ليس بحديث أصلا، هذا كذب. قال ما في، لا يوجد هذا الحديث أبدا. هل ورد في فضل سورة ياسين؟ نعم،
أخرج الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. كفى بهذا، فما بروي حديث مكذوب وبترك الحديث المقبول. فإذا ياسين لما قرأت له ليس بحديث، وإن كان بعض الشيوخ يروي. أكرر، نحن مطلوب منا، قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، نتعلم ديننا بشكل صحيح ونعمل به. نعم، لذلك ياسين بنية كذا، ياسين بنية كذا، هذا ليس له دليل في الشرع. اقرأ القرآن وادعو الله به ما شئت، لا ليس مانعه، ليس هناك مانع، ولكن أن تظن أن هذا ورد في السنة أو هذا مقبول أفضل، ليس كذلك، ليس كذلك. نعم، اقرأ ما شئت وادعو ما شئت. الآن أيضا هل ورد دعاء خاص يكتبون ويرسلون من قديم؟ أكثرنا يعرف دعاء ليلة النصف من شعبان، لم يرد هناك دعاء خاص في السنة، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، حتى ما تقول بس هدول، ولا عن العلماء عبر مئات السنين أنه دعاء النصف من شعبان. قال لك كان هذا المدعي، هذا منذ حوالي 150 سنة، في شيخ اسمه ماء العينين الشنقيطي رحمه الله تعالى، من شنقيط، قال وين هي موريتانيا، يعني موريتانيا، الرجل وجد في بعض الآثار كلمات معدودة من دعاء عن عبد الله بن مسعود، بعضها مما نقوله في هذا ما يسمى دعاء نصف من شعبان: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه. ابن مسعود رضي الله عنه كان أحيانا يدعو الله فيقول: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه كذا، نعم، ويدعو بكلمات من هذا الدعاء المشهور، لا في ليلة النصف من شعبان ولا في رمضان ولا في شوال، يدعو بهذا الدعاء، كلمات صغيرة منه، مو كل الدعاء. فأخذ هذا الشيخ ماء العينين الشنقيطي فقال: هذه تقرأ في ليلة النصف من شعبان، وقلده بعض الشيوخ وصارت عادة، وظن الناس أن هذا هو دعاء نصف من شعبان. ما في شيء اسمه دعاء نصف من شعبان، كل أدعية القرآن والسنة وما شئت من الأدعية بخير الدنيا والآخرة جائزة وجيدة، ولا يزيد دعاء عن دعاء إلا ما ورد في السنة. مثلا منذ قليل قلنا إيش؟ أعوذ برضاك من سخطك، ورد في السنة على الرأس والعين، وهكذا بقي أدعية السنة. فليس هناك دعاء خاص لليلة النصف من شعبان يا أيها الأحبة، هذا تنبيه أيضا مهم. الآن زيارة المقابر، اعتاد كثير من الإخوة أن يزوروا المقابر في نصف من شعبان، أمر حسن لا بأس به أن نترحم على أمواتنا، ولكن أيضا ليست هي عبادة خاصة في هذا اليوم، بمعنى يعني إذا بكرة رحت أفضل من 16 أو 18 شعبان، كله في الأجر سواء، تذهب جزاك الله خيرا، أجرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أمر، فإنها تذكر الآخرة. فزيارتها حسن، لكن ليس فضلها محددا بنصف من شعبان. تمام. الآن إذا قلنا يا أيها الأحبة: نذكر، نسبح، ندعو، نستغفر، نصلي إن شاء الله تعالى بعد قليل، نصلي صلاة التسبيح، وصلاة التسبيح التي نقول عنها التسابيح لا بأس بذلك، لفظها صلاة التسبيح، نعم، أيضا إن شاء الله فضلها عظيم، وورد فيها عدة أحاديث تقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، وفضلها إن شاء الله كريم. الآن يا أيها الأخ الكريم، من فضائل هذه الليلة ثلاثة أشياء: تصلي المغرب في المسجد، والعشاء في المسجد، والفجر في المسجد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والفجر والليل في الشرع نحن نقول ليلة النصف من شعبان، الليل يبدأ منذ أذان المغرب إلى أذان الفجر، كل هذا الوقت. لذلك أيضا اعتدنا عادة وليس عبادة أن مجالسنا تقول بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، طيب وبعد العشاء، طيب وقبل صلاة الصبح، خلصت الليلة بس بين المغرب والعشاء الإحياء، لا طبعا لا، فهذه إيش؟ عادة وليست عبادة. كلما اقترب الوقت من الفجر كان أكثر فضلا. لذلك الآن قلت لكم يا كرام، لو حاولتم تأخير الوتر إلى قبيل الفجر فهو أقرب،
إذا بتحسن تأمن حالك تفيق تستيقظ، فأخر الوتر إلى ما قبل الفجر، اجعله آخر صلاتك. نعم، وحاول أن تصلي قيام الليل في هذه الليلة المباركة بعد أن نصلي التسبيح ومن شاء أن ينصرف، ثم أنت حاول أن تصلي قيام الليل في بيتك وادع بالله عليك. هذه وصية مهمة في هذه الليلة، بما أن الله يتجلى فيها على عباده تجليا خاصا. قال الحافظ العراقي، هذه مسألة لطيفة، قال: في هذه الليلة مزيتان ليستا في باقي الليالي، أما الأولى فإن الله ينزل فيها إلى السماء الدنيا منذ غروب الشمس. قال: إيش يعني؟ في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يسأل العبد فيها الله شيئا إلا أجيب له، وذاك كل ليلة ينزل ربنا في كل ليلة في ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا من داع فأجيبه، ألا من مستغفر فأغفر له. في ليلة النصف من شعبان منذ المغرب، هذا واحد. اثنين، قال: ويغفر فيها لأكثر من شعور غنم كلب. هذه أيضا ليست في باقي الليالي، فهاتان مزيتان خاصتان بهذه الليلة. فلذلك قم في السحر وادعو الله تعالى بخير الدنيا والآخرة، وبخاصة أن يفرج الكرب. لعل رجلا ذا مكانة عند الله تعالى يكرمنا الله تعالى بدعائه فيستجيب منه. البلاء عام كثر بين المسلمين، وذنوبنا وأخطاؤنا أيضا كثرت، فلعل الله تعالى يكرمنا بدعوة صالحة فيستجيبها، فيكون ذلك سببا لرفع البلاء عن المسلمين. لذلك الآن نبدأ إن شاء الله تعالى بالدعاء، ثم نختم بالصلاة، ونتفرق إن شاء الله على أن نجتمع في صلاة الفجر، وعلى أن نصلي في بيتنا ونذكر وندعو ما استطعنا. نبدأ، تفضل. جميل سؤالك، أيضا ذكرني هناك مباحث كثيرة، لذلك أحاول أن ألخصها لكنها كثيرة جدا. سأل الأخ عن صيام النصف من شعبان وهو يوم الغد، ما حكمه؟ قلت لكم أحبتي إن الحديث المذكور فقوموا ليلها وصوموا نهارها شديد الضعف، ومعناها ما نصوم، لا صوم. من أين؟ كما قلت لكم لم تثبت فضيلتها، فضيلة الليلة، بهذا الحديث، وإنما ثبتت من أحاديث أخرى. كذلك هذا اليوم يوم غد ثبت فضله في أحاديث غير هذا الحديث. قال إيش هي؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، اللي هي الأيام البيض، فبكرة من الأيام البيض، نصوم بهذه النية. هذا واحد. اثنين، ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقد رأوه يصوم كثيرا في شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فكان إذن يكثر من الصوم زيادة في شهر شعبان، فأيضا نصوم غدا بنية الإكثار من الصوم وبنية كونه من الأيام البيض، لا لورود ذاك الحديث. ميزنا إذن، لا نقع في هذا الخطأ مرة أخرى إن شاء الله. فصومه جيد وحسن إن شاء الله، أخذا من هذه الدلالات، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا بشفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما، أذهب عنا الأوجاع والأسقام والأمراض حسا ومعنا، عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها، ارزقنا اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وإحسانك ورحمتك، ولا تعاملنا بأعمالنا وتقصيرنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء أو محرومين فامحوا اللهم شقاوتنا وحرماننا وتقتير أرزاقنا، واكتبنا عندك من الموفقين للخيرات والمبرات، فإنك قلت وأنت أرحم الراحمين: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا عملا بكتابك وسنة نبيك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رحمتك اللهم نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك اللهم من إعضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن زوال النعمة، ومن فجأة النقمة. اللهم اجعلنا في عياذ منيع وحرز حصين من شرور أنفسنا وشرور الناس أجمعين. اللهم ما من خير أعطيته أو وعدته أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك في مثله يا رب العالمين، وما من شر وسوء صرفته عن أحد من خلقك إلا نرغب إليك أن تصرف عنا مثله يا عظيم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا وبصائرنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا الاعتبار بقصصه، والادكار بنذره، والوقوف عند حدوده، والعمل بأوامره والترك لنواهيه. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تقطعنا بغيرك عنك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، ووفقنا للخيرات في أعمالنا. اللهم اجعل ما أنعمت به علينا من نعم عونا لنا على طاعتك، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكلأنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. لا نهلك وأنت جوارنا، ولا نضيع وأنت ملاذنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وقفنا ببابك فلا تردنا عن عتابك.
بك، سألناك فلا تردنا خائبين، رجوناك فلا تجعلنا مطرودين، اجعلنا من المرحومين. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا. أصلح شباب المسلمين، أصلح نساء المسلمين، أصلح رجال المسلمين، ردنا إليك ردا جميلا. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بك اللهم برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك يا رب العرش العظيم، أدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم أكرمنا بما وعدتنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسألك اللهم من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ضيقنا فرجا، ومن بعد شدتنا رحمة وعفوا. اللهم حول حالنا إلى خير حال. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضراء ما لا نشكو إلا إليك، يا كاشف الكرب العظام، يا واهب المنن الجسام، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. أجرنا اللهم والمسلمين من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وصلة أرحامنا، وحسن جوارنا، والإحسان إلى عبادك يا رب العالمين. اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أسلك بنا سبل الرشاد، واهدنا سواء الصراط. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأبصارنا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اجعلنا اللهم هادين مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضراء ما لا نشكوه إلا إليك، وأنت إذا قلت للشيء كن فيكون. نسألك أن تفرج الكروب عنا وعن المسلمين. اللهم ارحم من سبقنا من إخوتنا وتوفيته إليك في هذا العام، واختم علينا إذا قضيت علينا الأجل في هذا العام بخاتمة الحسنى. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهادة حق نلقاك وأنت راض عنا بها. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في جنتك بنبيك المصطفى، شفعه فينا يا رب العالمين، ارزقنا محبته واتباعه في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم وأكرمنا بالجنة في لذة النظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا ممن يستمع قولك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أكرمنا بهذا المقام الكريم، أكرمنا بهذه الجلسة المباركة، تجل علينا بها يا رب العالمين. نسألك اللهم كل خير، ونعوذ بك من كل شر. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء، ولكافة المسلمين أحياء وأمواتا.
صلى الله العظيم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله تعالى رب العالمين.